بشوف جديد مثل كل يوم، ما كل تفاصيل السلة اليومية، سلة الخضرة إضافة للمونة اللبنانية 100% بيطلعنا عليها مروان حيدر الخبير الزراعي مباشرة من بيت الزراعة بأنتليس. مروان حيدر صار جاهز، كمان اذا عندكم اسئله فيكم تطرحوها عليه لمروان او عبرنا ونحن بنطرحها على مروان. العوافيه يا مروان. بونجور بونجور بونجور، نهاركم سعيد نتالي ونهارك سعيد عبدو. ميرسي. شو اليوم اليوم ما رح في حدا يقول نبلش لنا بونجور؟ باول سله. اللي بلا ولو قطعت فينا الطرق. نقول اه بونجور والله لعبدو هيك. جايين مشاكل. عبدو نتالي. لا معك حق تضيع. اليوم ماشي متقرب هيك تقول بونجور. في عندنا الاساس، الاساس من رشمية. عبدو عم بيشوفكم اذا بدكم تصبحوا ورا. ها عم بيقولوا لك بونجور عبدو. صباح الخير بونجور. للجميع. تفضل مروان، شو عندنا جديد؟ ونتالي بتقول لكم بونجور كمان. يلا رح نبلش باول سله، سله الليمون يلي فيها 2 كيلو اليوم ب 10، سله الحامض كمان فيها 2 كيلو ب 10، رح نطلب من الشباب يعملوا سله تفاح. وعندنا اليوم شيف علي محضرنا سلة ملفوف مع حامض وبندورة وبصل وخيار كمان بعشرة. ما لازم ننسى التفاح الأبل صوص اللي كتير طيب، كمان هالنوعية رائعة. وكمان عنا التفاح يلي للأبل باي، كمان هالتفاح عم بيعملون شغل لبنان بدون سكر، نوعية جيدة جدا. وأكيد صوص طومات وصوص الحر كمان موجودين ببيت الزراعة. الباذنجان المدعبل كمان مع حامض وبندوره وبصل وبقدونس كمان هالسله بعشرة. كمان سله السلق يلي فيها ربطه سلق كبيره وفيها بصل وحامض وبندوره. وعندنا كمان دبس العنب، دبس العنب يلي كثير عم ينطلب، هلا رجعنا طلبنا كمان كميه جديده من منطقه عيد الفخار، بنقول لهم يعطيهم الف عافيه، هالنوعيه يلي كثير طيبه ومش محطوط لها سكر، يعني مثل ما هو دبس العنب عم يعملوه بيطلع طعمه كثير طيبه، قديما توقف فتره ما كانوا ناس يعملوه، هلا رجعنا عن جديد. وعندنا الزيتون من منطقه جريده الفاكهه، زيتون الاخضر وزيتون الاسود، يلي زيتون الاسود مكبوس بزيت زيتون، كمان هالاصناف موجوده طعمتها كثير طيبه. التفاح هون بدي اقول ميرسي كثير لاستاذ روجيه حايك يلي نحن بنهتم له بجنينته دائما بالصيفيه لوقت ما يجي القطاف، هو بيرجع بيهتم فينا بدوره من بعد ما ينزل تفاحاتهم كان اخر الموسم او من بعد ما يحطهم بالبراد، عم بيحطهم بالبراد وما عم بياخذ منا التبريد، يعني بتعرف على كل صندوق بياخذوا 3 دولار بعتقد تبريد، روجيه عم بيهتم فينا وعم نقدر نحن نبيع الكيلو ب 10000. هون بنقول له ميرسي كثير لاستاذ روجيه حايك، يعطيه الف عافيه، حبه رائعه وطعمه غير شكل، فاللي بيحب يدوق تفاحات ترشيش تحديدا هو تفاحات استاذ روجي حايك يعطيه الف عافيه. سله الحشيش اللي فيها بقدونس، فيها روكا، فيها بقلي وفيها فجل وبندوره وحامض وخيار وبصل. هيدي سله كثير عم تنطلب، كمان كثير طيبه وطعمتها جيده جدا. هالاصناف كلها موجوده اكيد اللي بحب ياخذ بالكيلو. اليوم كمان كيلو البطاطا ب 10000 رح يكون، فمن هالمنطلق هالاصناف كلها موجوده ببيت الزراعه، ان شاء الله الطرقات تفتح شوي لحتى اللي بيقدر اللي بده يجي لعنا يقدر يوصل. بدي اقول كمان انه كل شيء، كبيس خيار، كبيس بقتي، رب البندوره اللي ذكرته، صوص طومات، صوص الحار او الصوص الموجود فيها كزبره وثوم كمان موجودين وطعمتهم جيده جدا، الى جانب حامض الحصرم يلي فينا نوفر كثير باسعار الحامض، نقدر نستعمل حامض الحصرم هالنوعيه اللي فينا نخليها ببيتنا وحتى ما بدها براد، فيها تضين بلا براد. هالاصناف كلها موجوده اكيد مثل ما ذكرت، فيهم ياخذوا البوملي باردون كمان اليوم ال 2 كيلو ب 10000، فكل شيء حمضيات حيكون اليوم 2 كيلو ب 10. هالاصناف كلها موجوده وفريق بيت الزراعه اكيد موجود، وما ينسوا يأيدوا اسمهم لانه حيكون في هديه من مجوهرات بازي، مجوهرات ابراهيم بازي، بنقول له ميرسي كثير لاستاذ ابراهيم بازي يلي بيجي دائما بياخذ اغراضه من عنا وعم بيعمل لنا هلا الهدايا للاشخاص اللي بتجي، يأيدوا اسمهم ويحطوه بالبوكال ونحن بنعمل السحب الجمعه تيجي. في عنا البريوش يعني الى جانب الكعك، الكعك الارمني اللي عم نعمله والكعك اللبناني، الكتا اكيد، وعندنا الكعك المالح والكعك الحلو، البرازي شغل لبنان، بقول له ميرسي كثير للاشخاص اللي عم يعملوا لنا اياه هون. عندنا البريوش هالحبه ب 10 طازه بتنزل كل يوم الصبح، نوعيه كثير طيبه، جربناها قلنا جمعه كل الناس حبتها، حبينا نرجع نحكي عنهم، فمن هالمنطلق في اصناف جديده عم تنزل، بنقول لهم الف صحتين. فريق بيت الزراعه من قلب ورب بخدمتكم، وبليز بدنا نقول دائما للناس ما ينسوا الاكياس،
كرمال البيئه وكرمالنا تنضل اكيد نستمر. يعني تحديدا على اكياس مروان طالما عم تحكي بهذا الموضوع، بدول العالم المواطنين بيدفعوا حق الكيس اذا بدهم يشتروه، هون اذا ربطه خبز بدهم ياخذوها من الفرن بدهم كيس يحطوا فيها، اذا بدهم يحطوا كيس الكعك بربطه الخبز بيعملوا مشكله بالكيس. ايه كل وحده بدها كيس. يا عمي في بيئه لازم نحافظ عليها. ما بعرف اللبناني ليش برا بيلتزم بالقانون وهون بالبلد دائما معارض. لا بس للخرم. نحكى عن سعر كيس النايلون يتسعر قامت القيامه وقتها. بدي اقول لك شغله يا عبدو، الاشخاص اللي عم يجوا لعنا اذا اخذين كذا صنف عم يرجعوا على الصندوق يجمعوا الاصناف كلها بكيس واحد تيوفروا علينا ويخلوا هذا الاصول. او عم يجيبوا كيس كيس قماش معهم الناس صايرين كثير منيحه هيك. كثير عم يجيبوا صراحة عم يجيبوا كيس معهم وعم يجيبوا لنا كيس زيادة عم يخلوا لنا اياه هون وعلى الصندوق هن بيعربوا اغراضهم وبياخذوهم بيخلوا لنا هذا الاصول كيس. كمان هيدي شغلة ملفتة للناس اللي عم تيجي لعنا على بيت الزراعة بنقول لهم يعطيهم الف عافية وعن جد وفروا علينا كثير. مش شوي شفت استاذ عبدو الربطة عم تكون حقها بال 75000 و 80000 منا شغلة صغيرة يعني. والكيس يعني على الوزن صار الكيس بكلف يمكن بين 300 و 500 ليره يعني اذا بدنا نيجي نحسبها مزبوط. صح. فميرسي كثير للي عم بيحسوا معنا وميرسي كثير عم بحس بالبيئه قبلنا نحن. بنقول لهم يعطيهم الف عافيه. نرجع يقولوا لك باي باي استاذ عبدو. يلا ونحن بنحييهم اكيد. هذا استاذ عبدو ناتالي يعطيكم الف عافيه. يوم طرقات مسكره ما عجقت بس كلهم اجوا بكير قبل ما تسكر الطرقات. خاصة الاستاذ جاي من منطقة رشمية كمان بدنا نقول له يعطيه الف عافية. ثانك يو. لا ما تقول لهم هيك خلوهم يجوا يعملوا كيف جيت؟ على سلامة عينهم على سلامة عينهم. نحن موجودين بيت الزراعة وأي شغلة أكيد بحب يكون يستفسر عن اي شيء اكيد فريق بيت الزراعه كله موجود ليخدم الجميع. واذا بحب يشتغل بالارض انت جاهز كمان لتسلمهم اراضي زراعيه. هيدي مهمه أكيد. كمان صح. اي حدا في يبعثنا واتساب على 03-010-010 او يشرفنا لهون كل الايام ما عدا نهار الخميس لانه الخميس بكون عندي تصوير بنفرجيه الاراضي. بس اليوم موجود حطوا كمان ودغري مع الاشخاص اللي عندهم الاراضي والاراضي الموجوده بمنطقه ياسر. يعطيك العافيه مروان حيدر انت وكل الفريق العامل. يعطيكم العافيه.